والله كتر خيرهم هالحرمية، خلوك ترجع على البيت. ماما أنا رجعتي لعندك مؤقتة، بس أنا بحياتي ما رح أتخلى عنك. تقبر قلبي يا عصمت، أنا بدي إياك ترجع على طول. والله مو حلوة بحق أبوك، شو بده يقولوا الناس؟ والله أمه وأخوه وابنه طافشين منه. ليش يا ماما؟ أنا شو اللي بدي إياه؟ شو اللي بدي إياه غير إنه يصحصح ويبطل مكابرة؟ وحياة عيونك، وحياة عيونك، أول ما بلش حس إنه عم يصلح غلطه لأرفعه للسما، منيح هيك؟